خفاياه ما زالت حبيسة الأدراج، والصحة تتهرب وتستخدم سياسة الكتمان تجاه أخطر فيروس يهدد حياة 1600 مريض يتعالج في هذا المركز المخصص لأطفال الثلاسيميا. حالة مؤكدة إصابتها بالأيدز لطفلة في 13 من عمرها جعل من هذا المكان يدخل حالة إنذار وامتناع أكثر من 50 طفلاً من أخذ عينات الدم خوفاً من تلوثها بفيروس HIV. احنا يعني ندير دم تكرار لولدنا، تفاجئنا انه اكو اصابات ايديز وقسم الثلاسيميا اللي هي عوز المناعي، وحاليا يعني حتى ولدنا وولد يعني جماعتنا اللي هم يديرون دم قسم الثلاسيميا متخوفين. قام اللي يدير دم مثلا كل 10 ايام لمن يوقع ينتهي يريد يفقد يلا يروح يدير دم، يا بشكو والله ايديز. مرض الثلاسيميا لازم دائما، هو مرض وراثي فدائما ننقل دم. فحاليا احنا صارت عندنا انه مرض الايدز، فما نقدر يعني هسه حاليا ما نقدر ننقل دم، يعني احنا بحاجه للدم. يعني هي بعد مرض هذا احنا بحاجه نقل الدم كل شهر او اقل من الشهر للاطفال. عدسة الرشيد توجهت إلى بيت الطفلة زينب بعد امتناع دائرة الصحة عن بيان الأسباب التي زادت من معاناة عائلة لديهم طفلة مصابة بمرض الثلاسيميا، ليفجعوا بخبر إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية. مثل العام شهر السابع تخربطت، صار بها التهاب فيروسي، فقمنا كل ما نديرها دم تتحسس. التحسس يعني 7 بطانيات 8 بطانيات ويطوها علاجات، يعني ورا يومين نرجع ندير دم. فحاشيتها بالمختبر، سوى لها هذا التحليل مستشفى الزهراء، طلعت النتيجه مصابه. قال يابا، فسال الدكتور قال الاحتمال يعني الجهاز مو صحيح، دز عينات ارسل مختبر الصحه العامه. فارسلوا تحاليل مختبر الصحه العامه، ورا اسبوع او 4 ايام اتصل بيها مختبر الصحه العامه قال تقدر تجيب لزينب. وديت لزينب، اخذ منها عينات 2 او 3، فراحت النتيجه لبغداد. جت بشهر السادس النتيجه، كانت مصابه بالعوز المناعي بين قوسين الايدز. وتشير احصائيات لمنظمات انسانيه ودوليه الى تزايد انتشار فيروس الايدز في العراق بعد تسجيله 204 حالات خلال السنوات الماضية، وتأتي معظم الإصابات عبر إقليم كردستان. وتؤكد تلك المنظمات عدم خضوع معظم المصابين للعناية الطبية خوفاً مما يسمى بالفضيحة والعار بعد انتقال الفيروس إليهم أثناء سفرهم إلى دول أوروبية أو إقليمية، وهذا ما يشكل تهديدا صارخا بانتشار الفيروس على نطاق أوسع. ويخشى ناشطون في حقوق الإنسان عودة سيناريو فضيحة الشركة الفرنسية عام 1986، والتي على إثرها أصيب 286 شخصا من مرضى الهيموفيليا بسبب شحنة أمصال ملوثة بفيروس الأيدز، بينما يطالب مرضى الثلاسيميا كشف الحقائق من قبل وزارة الصحة وإبعاد شبح الفيروس عنهم. أحمد الحسيني، قناة الرشيد، النجف الأشرف.